المباراة ديال المغرب تطوان غادي تكون صعبة بحكم فريق المغرب تطوان فريق جيد وكما كما كيشوف الجميع غادي يلعب المونديال في الشهر المقبل. هذه المباراة كنستعدوا لها بجدية، كنتمنى نحققوا واحد النتيجة إيجابية عندي والجماهير ديال الشهر، والفضل كيعود للسي مدرب طوشاك وكتكون الخدمة ديالي شي هي معاوناني. والأهداف ديالي هي دابا نبقى مع فريق الوداد ونحقق معاه لقب إن شاء الله. فريق الوداد أنا منذ الصغر وأنا ودادي كنت ديال شرف كبير تلعب فريق الوداد البيضاء. اللاعب اللي كنت كنقول نبغى نكون بحالو كان في فريق الوداد هو رضوان العلالي. رضوان علاش رضوان العلالي؟ هو رضوان العلالي كان عزيز عليا أنا منذ الصغر، هو ديال شرف كبير تحمل قميص فريق الوداد ديالي، المباراة ديال بلا كتكون كبيرة يعني. ونساعد لهاد المباراة يعني نفسيا وبدنيا وكلشي.